اهلا وسهلا بكم مشاهدي قناة شوف تي في، ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. كيف ما عودتكم قناة الشعب كتحاول توصل الصوت ديال الناس اللي كيكونوا محتاجين لخوتهم المحسنين ومحتاجين للشعب المغربي داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن باش يوقف معاه. حنا كنحاولوا اننا نوصل لكم بالصوت والصورة المعاناة ديال المغاربة، المعاناة ديال النساء ديال الرجال ديال الاطفال، وهادشي كامل باش توقفوا معاهم وباش تعاونوهم. حنا اليوم كنصادفوا حالة من الحالات اللي كنشوفوها يوميا. هاد السيدة ام لجوج ديال الوليدات، شاءت الاقدار انها يولي عندها سرطان الثدي، مصابة بالسرطان. هذا قضاء الله وقدره، ما عندنا ما نديرو، فقط كنقولوا الحمد لله. ولكن الحاجة الزوينة هي لقاو اللي عاوننا، لقاو اللي وقف معانا، لقاو اللي ساعدنا. هاد السيده فقط محتاجه للعلاج، عندها وليدات ما كاينش لمن غادي يبقاو، الله يطول لها في العمر، مازالين صغار محتاجين للام ديالهم. الزوج ديالها ما خدامش، غير جالس، ساكنين غير في الكاريان، يعني معاناه حقيقيه. يعني باش يكون المرض والفقر راه شي حاجه اللي صعيبه. هنا فين خصنا نوقفوا مع بعضياتنا، وهنا فين خصنا نعاونوا بعضياتنا، وهنا فين خصنا نديروا الاجر مع الله سبحانه وتعالى. لان الانسان كيبقى انسان، الاجر كيدار مع الله سبحانه وتعالى. هاد السيده اتصلت بينا قالت لك انا ما بغيت حتى شي حاجه من غير العلاج اللي تكلف ليا بالعلاج. انا مريضه وكنمشي نخدم على ولادي، مريضه وتنشقى وتنتعصب، وكنعرفوا ان السرطان مخصوش ستريس ياك اختي، مخصوش العصب، مخصوش بزاف ديال الحوايج. انت اليوم على المباشر على قناة الشعب، عاودي لي معاناتك وكيفاش حتى مرضتي وشحال ديال الوقت وانت مريضة. دابا عام وانت مريضة، عاودي لي من نهار الاول. شوفي بحال كتهضري مع اختك، مع هذا من شهر واحد وانا كنعاني بالسرطان من شهر واحد، واخا كنتي كتعيشي حياتك طبيعيه. نمشي ما نسيبش، ما كنقول انا غنمشي نتعالج، ندخل للسبيطار ما كيفاش يخدم يعني ولا. نهار عرفتي راسك مصابه بالسرطان، نهار قال لك الطبيب راه عندك سرطان؟ انا عرفت قولي ولا حسيتي براسك؟ زوجت انا في هذيك الخوره كبيره صحت عليا. علاش رخيتي فيها خليتيها؟ ما لقيتش باش نمشي للسبيطار. يعني كان ممكن انك تمشي قبل، ما لقيتيش الماديات. عيف كنشوف راسي داكشي كنتلوط عليا، غير كنخلص بيه الكرو كنطيق بيه على ولادي. ما قدرتيش تمشي تعالج راسك؟ قيت، ولكن مني ضرتني بزاف تحت الطابق وكبرت ليا بزولتي، عطيت راسي للسبيطار عام. وانا كنتاوض، كنت موقفه الدواء، موقفه كلشي. جا واحد الدري تصور معايا صواب، جا معايا دار معايا فيديو، عاونوني شويه الناس باش درت الراديوات، درت الراديو، درت ليريم، درت تحاليل، دخلت السبيطار. شويه بديت نتحسن شويه دابا بالعلاج الحمد لله. من يعاونوني دابا اللي جا الصواب، بعدا دخلت في العلاج الحمد لله. حسيت براسي نقصت لي داك المرض نقص الحمد لله. يعني كاين العلاج، كاين العلاج، خاص غير الماده. ما لقيتش دابا عطيتني نهار لا نهار متبيني حتى شي ورقه. نهار لا نهار كندير التحاليل، ندير الكلاوي، ندير المناعة، ندير الدم، خاصني نلوحهم عليهم في الوصل. قالوا لي المناعة مبقاش عندي، باش نمشي للسبيطار مبقاش عندي المناعة. قال لي سيري كتحسني، خاصني عاون، خاصني يعني خاصك العلاج يكمل. العلاج حنا كنعرفوا ان كيكون خير. قال لي حنا إذن ما ساهلاش. ان درت ليريم مليون، ودرت بين سكر 160، ودرت تحليله 130 اللي باش درتهم من يعاوني السيد، وشريت الدواء ديال الحرق. نعس عليا في السبيطار، دوزته بالحرق، حسيت في التحسن في بلاصه اللي ترتاحي فيها نفسيا باش تطلع. يعني حتى الساكن ما مساعدكش؟ انا هديت بويت واحد فين بلاصه ساكنه؟ فين بلاصه ساكنه؟ هو في الغفله، يعني في كاريا. قالت لي الطبيب عندك العلاج، ولقيتك تعيشي نفسيا غتعالجي. قلت الحمد لله. يعني هادشي كيألمك؟ كيألمني هادشي ديال السكن ومصاريف ما كايناش ووليداتك ما عندهمش، هادشي كيزيد عليك؟ ألمة. ألمة بزاف. شنو كتمنى يا اختي مليكة؟ شنو بغيتي من الحياة؟ بغيتي صحيحتك؟ صحيحتي شي اللي كنتمنى، كنتمنى حتى شي حاجة، كنتمنى غير تشافى لهاد الولاد. الصحة مهمة في الحياة، اللي عنده صحته احمد الله وشكر،
ما طلبتي شي حاجه. اللي عنده صحته يحمد بالله. وش فاش كنتي كتخدمي قبل ما تمرضي؟ 93 سنة. كتخدمي في حي الصناعي. حي الصناعي. واخا اللي عنده صحته ما طلبتي شي حاجه. انا ما كنطلب والو من خوتي المغاربه، كملوا معايا غير العلاج قبل وليداتي. باش تبراي لوليداتك غير نبرا لوليداتي وتكبريهم ونكبرهم. كنطلب شي حاجه فوق الاستطاعه ديالي، ما كنطلبهاش. اخوتي المغاربه يعاونوني غير على العلاج ديالي. واخا عطيني الرقم ديالك كيسولوا عليه الناس. 06 03 03 45 45 70 70 40 40. هذا هو الرقم ديال الملكه. كنتمنى الله يجازيكم بالخير. احنا كنديروا هاد اللايفات باش نتعاونوا مع الناس. فاش كتشوف الظروف ديال الناس بحال هكا، راه بصح نيت كتبغي تعاون، كتبغي تساعد. فاللي قدر انه يتعاون مع هاد السيده ما يبخلش على الله يجازيكم بالخير. الامر عندها واضح، عندها سرطان الثدي، الجسم ديالها مستعد للعلاج، ممكن انها تعالج. هادشي اللي قالها الطبيب، ولكن المشكله كاينه في الماديات، ما عندهاش باش تعالج، ما عندهاش المصاريف ديال العلاج. كنعرفوا ان مرض السرطان واخا يكون عندك جبل ديال الفلوس غيتقادى، لانه مرض مكلف جدا، الدواء ديالو غالي، المصاريف ديالو غاليه. كنتمنى انكم توقفوا مع ملكة وتعاونوها، الله يجازيكم بالخير، باش تقدر تعالج. راه ممكن انها تعالج وترجع بصحيحتها وتخدم على وليداتها. ملكة ساكنه في دوار الغفله، كاريه هاد البويات ياك؟ كاريه. شحال كاريه؟ 18 راه. كتخلصي حاليا الكرا؟ دابا مرات مابقيتش خلص. مابقيتش خلص. شتي شنو تيقول لك مولاد؟ كاريه تصحي. يعني مرقيتيش معاه مشكل؟ قال لك تصحي وخلصي. قال لك تصحي تخلصيني. الحمد لله، الحمد لله. غير مني حيت كاين شي ناس كيقول لك خرجي، انت مريضه وتيقول لك خرجي. الحمد لله. ما نكذبش عليك. شكرا لك. والله العظيم ما قالش لي خرجي. شكرا لهذا السيد من هذا المنبر. بهذه الطريقه راه تعاون معاكم. مادام خلاك في هاد ربعه ديال الحيوطه ما خرجتيش للشارع، غتشرد. غنتشرد انا وهاد الولاد. وانت مريضه. خرجني غنتشرد. كاين ناس الخير، كاين المحسنين، كاين القلوب الرحيمه. فكنتمنى الله يجازيكم بالخير، توقفوا مع هاد السيده، ديروها اختكم، ميمتكم، وحده من العائله، ووقفوا معاها. والو ما كنطلبش شي حاجه فوق استطاعتي. فقط باغا غير العلاج. فقط غير يعاونني على العلاج. تعالج الولاد. الشيء اللي كنطلب انا منهم ومن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، ان شاء الله يكون كنطلب منهم ومن الله سبحانه وتعالى غير تعالج لولادي. ما كنطلبش شي حاجه، نطلب غير تعالج لهاد الولاد ان شاء الله. خصني حطموني ولادي بقى صغار. ولادك خايفه عليهم من انا والله سبحانه وتعالى. السيمانه مشيت مع في السبيطار، بقى يدور على الشيرين. كتبقاي هازه اليوم الهم وانت مريضه. ناعسه في السبيطار وما مرتاحاش. عارفه ما كاينش اللي غيقابل لك وليداتك. التليفون ديالك شوفي، جاوبي جاوبي اللي يكونوا. فكنتمنى الله يجازيكم بالخير، قلوب رحيمه، الناس الخير. السيده راها، جاوبي غير جاوبي اختي ملكه، السيده راها محتاجه للعلاج فقط، يعني ما باغاش شي حاجه اللي صعيبه ولا. السلام ورحمه الله وبركاته. كنظن احد المحسنين، فكنتمنى. امين يا ربي. امين اخويا. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، كنتمنى انكم توقفوا مع ملكه وتعاونوها، الله يجازيكم بالخير، لانها محتاجه اللي يوقف معاها ماديا. واخا خويا، سواء قليل ولا كثير، محتاجه اللي يوقف معاها بالقليل ولا بالكثير. واخا غير اللي تقدى على وليداتها، الحوايج، السكن، حتى السكن راه دابا الكرا كيتجمع عليها. راه واخا مول هاد البراكه قال لها بقاي، ولكن راه الكرا كيتجمع عليها، يعني يقدر يتجمع لها شي مبلغ اللي ما تقدرش تخلصو. فكنتمنى انكم توقفوا معاها وتعاونوها وتخلصوا لها مصاريف العلاج في المستشفى. ونداءنا ايضا موجه للناس المحسنين خارج ارض الوطن، وقفوا مع هاد السيده الله يجازيكم بالخير، باش ترجع صحيحتها وتخدم على وليداتها. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، حتى هنا غادي نودعكم في امان الله، حتى نلقاكم في مباشر اخر ان شاء الله.